نعرفوا شبيه ديال اللاعبين المغربي محاولوا هذا كما قلت لعب القبيل لاعب وليد ازارو لاعب جيد خطا استغل وليد ازارو يقدم كره فوق تدخل الكناني نانا مره اخرى الدفاع بن عروسي يخرج كرة من المرمى ينقذ فريق ديالو وهدف هادي المحمدي يعطينا الكرة الأولى اللي خرجها لاعب بن عروسي هنا كرة تنزل أمام زكريا حذراف بقى الحارس غير كيتابع الكرة اللي دخلت الشباك ديالو والهدف الثاني لاعب البركة هدف ديال بن شرقي هدف اول فائز فريق لاحظوا الكرة الخروج ديال خالد العسكري غير موفق في الخروج ديالو الكرة تنزل هذا وسام البركة كيفاش مر الكرة واستغلها بن شرقي